بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. كما ترون مع هذا القفطان تمت خياطته بالتروافيل، هذا الكاترفيل، هذا الكاترفيل بالقطن. إذن كاترفيل بالقطن، هذا هو الكاترفيل بالقطن. فلإنهاء هذه القفطان قمت بلصق العقاد. دائما العقاد للصقهم، وإثبات هذه العقد يتم من الطرف الأيمن، هذا هو الطرف الأيمن. ها هو إذا العقد من ين. وقبل إرسال هذا القفطان إلى المصبانة، بعد العقد العطفة، هي إذا العطفة، هذه هي العطفة، هذه هي العطفة. إذن غروزات العطفة واضحة، هذه هي غروزة العطفة واضحة. فطول هذا القفطان هو 1.53 متر. إذن هذا هو القفطان. إن هذا هو القفطان العقد. طوافي بهذا الشكل، فمشاهدين الكرام في الوصف أريكم قياسه وقياس العطفة إذا التروافيل في الكمام، هذا هو التروافيل في الكمام، هذا كاترفيل بالقطن، ليس كاترفيل بالترسان أو المفتل، هو بالقطن. هذا هما الكمام، هذا هو القفطان. قبل إرسال القفطان للمصبنة يجب إزالة هذا الفيزلين، هذا الورق يسمى بالفيزلين، فهو يلصق بالحدادة. يجب إزالة هذا البزلين كليا، يجب إزالته كليا. إذن أريكم بعض الصور لمن يريد. فهذه العقد قمت بلصقهم، ثم قمت بالتلوية بهذا الترسان،
هذا دائما أقول للمشاهدين الكرام الأفاضل، الترسان يتم غزله على ثلاثة، إذن هذا هو الترسان، ها هو، إذن هذا هو الترسان، تم غزله على ثلاثة، أما هذا فهو المفتل، هذا المفتل يسمى بالاسم المعروف بالمفتل المزرول، تم غزله على اثنان، الصقلية الحور مع الحرير. لأن هذا هو عمل هذا الفيديو، هذا هو حلقتنا في هذا الفيديو. وإلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي حلقتنا، شكرا لكم على المتابعة، ومع فيديو آخر إن شاء الله، فلا تبخلوا منا بالإعجاب والاشتراك، دمتم في رعاية الله.